الأحزاب المحسوبة على الحراك الشعبي تفشل في رهان الانتخابات النيابية في تحقيق التغيير المنشود، بينما يحضر النشطاء لإطلاق مشروع سياسي. في أول ظهور له، أرجع رئيس الجيل الجديد سبب فشل حزبه في الفوز بعدد كبير من المقاعد بالبرلمان إلى المقاطعة الكبيرة للوعاء الانتخابي الذي راهن عليه، محذرا في الوقت ذاته من عودة سيطرة القوى السياسية التقليدية على البرلمان مجددا. احنا اوكي خفقنا في هذا العمل، لكن بالمقابل مدام الكتلة الناخبة اللي ما توجهتش للصناديق هي اللي نجحت من هذا المنظر، لكن ما هي النتيجة؟ بينما يحاول حزب جيل الجديد التأقلم مع واقع سياسي أضحى معقدة، أطلق نشطاء من الصفوف الأولى للحراك مشروعاً سياسياً عبر منصات مواقع التواصل يهدف إلى إحداث التغيير المنشود بدءاً بالانتخابات الرئاسية القادمة. هناك شبه يأس بأن ثورتنا السلمية قد سرقت، صحيح النخب اقترحت عدة مبادرات، عدة آليات رفضها النظام جميعاً، ولكن اليوم وجب البحث عن آليات أخرى. احنا قناعتنا أنه يجب التنظم في إطار سياسي جديد. وفي وقت فرضت السلطات طوقا أمنيا على المسيرات الحراك وربطتها بشرط الحصول على رخصة، طفت على السطح خلافات بين الحركيين حول مخرجات الأزمة، الأمر الذي جعل من احتمالية التوافق حول مشروع سياسي أمرا مستبعدا. هناك أطياف في الحراك تعتقد بأن لا يمكن الاستمرار في النضال بدون مبادرات سياسية، ولكن هذا لا يمكن أن يوحد كل أطياف الحراك، ولكنها جزء فقط منه الذي يؤمن بالتغيير داخل المؤسسات وليس في خارجها. النسبة المتدنية للمشاركة في الانتخابات النيابية أعادت موضوع أزمة الثقة للمواطن في العمل السياسي إلى الواجهة مجددا، ما دفع بجهات للمطالبة بفتح حوار شامل ينهي حالة الانسداد السياسي في البلاد. نتائج الانتخابات النيابية والمستجدات الحاصلة على الأرض دفعت بتيارات محسوبة على الحراك الشعبي إلى التخطيط لرسم معالم مشهد سياسي جديد يكون فيه رموز الحراك أحد معالمه بعد قطيعة دامت لأكثر من عامين. فريد رشدي، العربية، الجزائر.